هل في محاضرات أو عظات عن إدمان المواقع الأباحية؟ بتتقال في وسط العظات، بتتقال في وسط العظات. يعني أنا ما فيش فرصة الآباء ما بتستغلهاش، بس أوقات مثلاً بيبقى في مؤتمر للولاد لوحديهم بنركز أكتر، مؤتمر للبنات لوحديهم بنركز أكتر، لأن الكلام في الحاجات دي بيبقى بحساب، بحساب عشان ما يجرحش يعني أذن كل المستمعين. لكن اطمني، في تعليم طبعاً، وخاصة إن الخطايا بتاعت المناظر الوحشة اللي على الموبايل بقت في إيدين الولاد من ابتدائي دلوقتي. أنا آسف إن أقول ما بقاش عندنا طفولة بريئة. العيال دلوقتي من في ابتدائي بسبب الموبايل اللي في ايديهم، وبسبب ان الاهالي بيدوا موبايل من غير كنترول وما بيعملوش كنترول، يعني هم لو عملوا هيبقى في نسبة تسرب، لكن اساسا الاهالي مش عاملة كنترول، فالمشكلة اكبر بكتير قوي. والعيال في المدارس بتقول لبعضها ولاد وبنات، بنات وولاد، فالسم بقى في الهوى زي ما بيقولوا. عارفين ان السم في الهوى؟ يعني الناس بقت تستنشق سموم دلوقتي بسبب الميديا. نعمل ايه؟ نجاهد على قد ما نقدر، ونعلم ولادنا الصلاه، ونعلم ولادنا التراتيل، ونعلم ولادنا ان مدارس الاحد مش اوبشن ان هم يغيبوا عنها. احنا في امهات، اسف في اللفظ اللي هقوله، انا هاخد راحتي لان انا ما بتكلمش على ام معينه وبالتالي مش واقع في ايدينا. في امهات خايبه لما البنت تقول لها اصل انا عندي يوم الحد امتحان ساينس وما لحقتش اذاكر ومش عايز اروح الجمعه مدارس الاحد، ولا طب اقعدي وركزي يا حبيبتي. لا، احنا كنا نضرب ونروح مدارس الاحد ويتقال لنا لو اتعودت انك تغيب عن مدارس الاحد عشان امتحان، بكره تتعب، مش هتروح عشان خطيبتك، وبكره مش هتروح علشان مراتك، وبكره مش هتروح عشان بتروق الشقه وبتنظف الشقه. مدارس الاحد مش اوبشن، مش اوبشن. فلازم الأمهات تكون واعية، لأن الموجة عالية قوي قوي قوي. النجاسة بقت في الجيب، حاجة بقت صعبة قوي. رجالة، ستات، عيال، مراهقة، إيه ده؟ طبعاً إحنا في أزمة، بس لما الموجة تكون عالية نبذل مجهود في التأديف أكتر عشان ولادنا ما تغرقش. فأرجوكوا اوعوا للي بيحصل في الدنيا.